جولة رابعة من الاشتباكات العنيفة شهدها مخيم عين الحلو اليوم، بدأت في حي حطين جبل الحليب وامتدت إلى مختلف محاور القتال في حي البركسات والطوارئ والتعمير، واستخدمت فيها مختلف الأسلحة الصاروخية والرشاشة، وأسفرت في حصيلة أولية عن سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى. ومن بين القتلى داخل المخيم علي رستم فتح وشادي عيسى شباب مسلم، وهو شقيق المطلوب البارز نمر عيسى، وتم نقلهما إلى مستشفى الهمشري في صيدا، فيما أدى الرصاص الطائش نجم عن الاشتباكات إلى وفاة الشاب حسين جميل مقشر ابن بلدة الغزية أثناء تواجده في أحد شوارع البلدة، وتم نقله إلى مستشفى الراعي جنوب المدينة. كما أفيد عن وقوع جرحى من المقاتلين من الطرفين داخل المخيم وإصابة مدنيين خارجه بالرصاص الطائش وشظايا القذائف الصاروخية التي طالت العديد من أحياء وشوارع صيدا وضواحيها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. وللمرة الثانية خلال أسابيع قليلة أعلنت إدارة مستشفى صيدا الحكومي الجامعي الواقع على تماس مباشر مع أحد محاور الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة إجلاء جميع المرضى وفريق العمل الطبي والتمريض والإداري من المستشفى حفاظا على سلامتهم. رئيس مجلس إدارة مدير عام المستشفى الدكتور أحمد الصمدي قال: موقع المستشفى كتير يعني قريب لمواقع الاشتباكات، فلسلامة المرضى وسلامة العاملين قررنا نخلي المستشفى من جميع المرضى. فمن امبارح بدأ الإخلاء الأولي، اليوم إخلاء تام لجميع المرضى من المستشفى. إلى ذلك شهد المخيم حركة نزوح كثيفة إلى مدينة صيدا وجوارها، ولليوم الثاني على التوالي لا تزال بلدية صيدا تستضيف العائلات الفلسطينية التي نزحت من المخيم من جراء الاشتباكات. قائد شرطة بلدية صيدا المفوض بدر القوام أكد لصوت لبنان: امبارح من الساعة 10:30 استقبلنا بحدود 12 عائلة، عددهم كان 76، اليوم صباحا وصل العدد لل 250، كونه بتعرف في اكتظاظ بقصة جامع المصلي وما في لوكيشن معين، فلحنا بالتواصل مع رئيس البلدية نسقنا لحتى نأمن له لوكيشن بالبلدية. إلى ذلك شلت الحركة في مدينة صيدا، كما قامت الأجهزة الأمنية بإقفال أوتوستراد الجنوب والأوتوستراد الشرقي بسبب الرصاص الطائش، كما عزز الجيش اللبناني من إجراءاته الأمنية عند حواجزه المحيطة بمخيم عين الحلوة. من صيدا رئيف الملاح، صوت لبنان.